الف مبروك يا كابتن، ويا ريت بقى طارق بقى التليفون للكابتن طارق محروس. طارق مع حضرتك اهو. طيب كابتن عدلي. هي يا معلم ازيك؟ ازيك كابتن عدلي؟ فرحان طبعا لانك انت يعني جاي وناس بتعقد امال على الشغل والترتيب وبناء فريق فتقدر يعني تقول ان انت دي خطوه مهمه يعني. والله كابتن عدلي احنا اتعلمنا كده في النادي الاهلي، اتعلمنا ان احنا ما ناخد الخطوه لازم نبقى، اتعلمنا في النادي الاهلي مبادئ النادي الاهلي ان لازم يبقى عندك الجراه ما تخافش، ولازم وانت بتشتغل تبقى حاطط قدام عينيك حاجتين، ان انت طول ما انت بتبني جيل لازم تحصد معاه بطولات. طبعا دي عمليه شغلانه صعبه جدا وانت بتبني بتحصد بطوله، لكن الحمد لله احنا قدرنا نجيب لعيبه كويسين جدا. يعني احنا متوسط عمرنا يا كابتن عدلي 23 سنه، دي حاجه في كره اليد يعني صعبه جدا انك تلعب بطوله بمتوسط عمر 23 سنه. عندنا اصغر لاعب في البطوله عندنا في النادي الاهلي عنده 18 سنه، مهاب. و مهاب اسمه مهاب ايه بقى عشان الناس؟ مهاب مهاب انت اسمك مهاب؟ مهاب سعيد. مهاب سعيد. محمد سعيد. مهاب سعيد. مهاب سعيد. مهاب محمد سعيد. ده من جايبينه من بره ولا من ناشئ الاهلي؟ لا 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 لا، من اولاد النادي الاهلي يا كابتن، من اولاد النادي الاهلي. شيء جميل جدا جدا. احنا الحمد لله يعني العناصر الموجوده كلها اغلبها من ابناء النادي الاهلي من قطاعات الناشئين، الحمد لله اشتغلنا معاهم وعملنا شغل، جبنا عليهم بعض العناصر من بره بردك صغار السن، واحنا شغالين عشان نبني جيل النادي الاهلي باذن الله يحصد البطولات القادمه في الفتره القادمه في جميع البطولات المحليه والافريقيه باذن الله. كابتن طارق انا ابراهيم المنيسي يا كابتن. اهلا ازيك كابتن ابراهيم، ازي حضرتك؟ الف الف مبروك يا كابتن. قول لي احنا لاحظنا ان السكور في البدايه كان ما شاء الله الفرق كبير جدا، ده احنا كنا فايقين بالتركيز الشديد ده ولا مستويات الفرق انت رايك فيها ايه كان؟ لا هو حضرتك بص يعني احنا بالنسبه لنا البطوله دي جايه في وقت يعني صعب جدا لاي مدير فني، مفيش مدير فني بيلعب بطوله طاغيه مهمه في بدايه فتره اعداده، يعني احنا البطوله دي جايه بعد فتره اعداد، احنا ما لعبناش ولا ماتش في الدوري، وبالتالي اللعيب لسه ما وصلش لمرحله النضوج الذهني والعضلي والفني في الملعب، فالبطوله دي جايه في وقت صعب جدا، الحمد لله بفضل ربنا الماتشات الاولانيه كانت ماتشات سهله، قدرنا ندخل اللعيبه من خلالها في مود المباراه، والحمد لله قدرنا بعد كده لعبنا دور الثمانيه ثم السيمي فاينل والفاينل الحمد لله. الكابتن الطيار بقى كنا سامعين ان هيجي له احتراف بره، هل هو هيلعب معاك السوبر ولا لا 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 لا، عصام متواجد في النادي الاهلي يا كابتن، عصام ابن من ابناء النادي الاهلي. قول له يا عصام، قول له يا عصام ركز معانا بس كده لما نحقق العلامه الكامله باذن الله وبعدين اللي انت عايزه. باذن الله يا كابتن، عصام ابن من ابناء النادي الاهلي، وباذن الله الفتره الجايه مع وجود اللعيبه دي، لان عصام برضك من اللعيبه الخبره، واحنا عندنا لعيبه ناشئين، عندنا برضك اثنين حراس مميزين جدا، هايلين هايلين، عندنا حميد وعندنا طه. ومع عصام انا دايما بقول في كل وسط كره اليد والناس عارفه الكلام ده، ان انا عندي احسن ثلاث حراس مرمى في مصر، ده حقيقي، ومتوسط عمرهم كويس، هيدونا لفتره طويله، وباذن الله هم اللي هيحصدوا البطولات الفتره الجايه. ثابت محسن هتاثر على الاستراكشر بتاعك في السوبر؟ طبعا 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 طبعا، محسن لعيب جامد ولعيب مهم، عايز اقول لحضرتك ان امبارح البعثه باتت ليله حزينه جدا، لان مش عشان خاطر بس كمان محسن لعيب مؤثر، لا ما هو لعيب جميل وخلوق ومهذب، وهو حتى يعني الدكتور قال لي وهو في المستشفى، قال له اوعى تقول للكابتن طارق انا هاخد اي حقنه وهلعب غصب عن عين اي حد. بسم الله ما شاء الله. يقول له ده كاس، قال له انا هلعب، يعني هلعب، الجمهور النادي الاهلي مستني البطوله، واحنا مش هنفرط في البطوله دي، فاديني حقنه وبعد الماتش جبسها لي، قال له ما ينفعش. فالمهم لغايه ما جم الاوتيل والحمد لله خدنا القرار واتجبست ايديه وربنا يشفيه ويرجع لنا ثاني مره. سلامته اهم من اي حاجه. قريب منك ممكن نكلمه؟ لا والله مش قريب منك.